الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحنكبري إنا كلنا كنا نكلي وكلنا بركيسن. إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سوكسو دجيو يا سكينة ديسا. إلهي سبحانه وتعالى وحكبري عرقي قلبي ينكسو كلمة حقا. إلهي سبحانه وتعالى لقيهنا يا قلبي إنا وغفره نغانا لقوكو هذا الكلق يستاكيس ونكسن الراعة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تأكد بولا ليال كلن كيل لباد و مسجد كان يمقال دان حينو يال أنه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس كريم كواحو ليهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آيادها إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك الكريم كسودجي نبينا عليه الصلاة والسلام أي الله أمري وإلهي سبحانه وتعالى وحلي هاي قل تعالى ضدك كله كالي آندي شاقو آندي فرو وحي إلهي سبحانه وتعالى و إذن كحرمي وعيلها إذن كرهابي عن إذن شك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. حير أهدين صحابة قارك مذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسقناتي قفك دوني دردارا كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشابد سيئي كتا الله آيادهاس ها آخر آيادهاس سورة الأنعام آخر كيدو كتره ها آخر يو طبان دردارا أيا إلهي سبحانه وتعالى وكسو الدجي صدح ذا آيادهات آياد أوه الرئيسة شان دردارا بحنبا سنت آياد الله بأدنا أفر دردارا آياد أدن بيسانة دردارك قدام بيه وسوقنا نديه طبنك هو اسكسو كوبيه ايا الهي سبحانه وتعالى قتلنا مركا وطبن دردارا ومهمه ودنيا اخره قفك سجار هانت هي امه غودهانبا خصيصه هاي كوغاري كران وناقي نورل وناكسن هدي اي راعان دردار نلاس قارنا واوامر الهي سبحانه وتعالى وامريو او اللي هل راع
قارنا هو حيالة لقى الريبي مرقا كبلا ونا مرقا دردارنا ذا سمتك أهرية أقنى مهيم سن إلهينا سبحانه وتعالى رسوش وصو دري كتبتنا أسو دجي وحوي إلهي سبحانه وتعالى وليها ألا تشركوا به شيئا إن إلهي سبحانه وتعالى كلجس لعبد وتوحيدك لصبه لقنا الدكتور ناده وحكسته وشرك كيرك أما وضدي ساء مريكا وأمرك أقومهم سن أولا يسكر يا بشرك توحيدك نوا أرنك أقومهم سن أو إلهي سبحانه وتعالى إن فره إن عبادة إلهي الله خالصية هذا عقفك هدي إلهي سبحانه وتعالى الشريكية وحيا لها إلهي قارك أهد إلهي عدك للولاج والرجبال إن الله لا يغفر أن يشرك به خفك إلهي الشريكية أما الشرك كل عوين إلهي دم بقياس مرنافه هذه شركة لولطة ويوم القيام دم بقياس إلهي مرنافه وحكسوها ريبه وقف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى رحمته سويناته دم بدافك سويه شركه وكمتشره هذه قفك شركه وقدعه شركه قناه وحياله إلهي أقار لي هاي إن أدلو ذا جسعيدك له خلق جسلا سكلا عد كلا الله ذاك تامجرت نالين يدليت سجا سكلا عد كلا الله ذاك تامجرت هو يحيي ويميت إلهي سبحانه وتعالى يا الرزاق أه عد كلا الله ذاك تامجرت إلهي كلي يا الله بقى أو عبسي عبسي ذا نفطه قلبك ينتبه أه وحوي إلهي سبحانه وتعالى كلي إلهي سبحانه وتعالى كلي يا وحكسين كرا وحنكو ديدك إسقى يا كعاف بعدين كرا كتريك إسقى يا المكسين كرا كود ديدك خير بعنتي سكجرا إلهي سبحانه وتعالى مركا إن هذا بقر إيه ملك إيه رسول إيه نبي إيه عدنا هذا الأول ذاكين إلهي سبحانه وتعالى وكحرير ننكي كوير النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت بحياة دونتو إلى أين الدون وكو عراضي النبي عليه الصلاة والسلام وحوير أجعلتني لله ندا ما إلهي بعد لسنت يا إلهي يا دلس ميسا وحلو ذاكين يساوي وكلمة غلط إلهي وحلمه وذاكته يا مركا شركه هنا مركا غارقه دو خرسوي oo wuxuu sheegay uu ciiso umadan inuu soo uumanayo inuu soo uumanayo oo sheeydaanku maldahay oo qarsooye marka waa inuu aad qofku u digtoonaado halaale wixii ku saabsan cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ama cibaadada loo waanayo inaan makhluuqaat kale la soo gelin way baab نبي عليه السلام ربا كدقاي يعني حكم بدها إنو أمدي سفري إناني كبط بدن سيدي النصارى أي يلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم سيدي يكل كلنا يكل كل انتي تكبط يعني أمانته أي مركز موحي إلى أهله رسول كي إلهي صدري النبي عيسى أيوة حيرة هذين إلهي وعلي وسيودين بحيرة هو ولك إله أما سجب إله قارقود نجلا مركه هلك هاي مرنين أبو النبي عليه الصلاة والسلام ومدس الدجاج هلك هودوين إنما أنا عبد الله ورسول أظنك إلهي وأنا هاي رسول كسيبا ومدس الدجاج مركه ماشي أيكو خطرنتي ومضيه كهري إن أنا كو خطل منه
وأنا أمانتا حد كذا عارف دافن إلى يهر إلى هني ما جارسيا إلى يهر إلى هني ما جارسيا ساسو قد جاي أمضيس ولذلك يديد قبر جيسا هناك دكتور مال عيد أي كل ما أي كدكتور وقت أي مرت يسوي يمادن لا تتخذ قبر عيد يهودي النصارى دي كوهوا وكل عنه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مسجد إيوه قبري ولا كلا داريها ما بيسلوه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبرية دي نبي ذو ذا بي مساجد كالكتان بيقوا عبادة استانية مركا لا تمركوا أمدي سألوا دردار ميوحوا إليه لا تجعلوا بيوتكم مقابر يا قريهينا هكذا جنينا حبالة أكرة قبور يا صلاديهينا سنويه كأهاتار كنتو كذا قريهينا قريهينا كنتو كذا وحالا قفها يا حديث كذا حبالة أيان لقدتو كنه قريهيني يون نقن حبال قريهيني يون نقن حبالها أكرة قبورتو أكرة يون نقن مركاتاس نبي عليه الصلاة والسلام آد أمدس ودجري وأنا دقنيتان إلهي سبحانه وتعالى أهر ريس أو بحناه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء ألا تشركوا به شيئا حزوا عليكم أو ذلك العبادة وين خالص إلهي وطهي وإلهي كري أهل أهل أسوى قضب كواد وأنا أرهك أبو مهمسن ومضنا قفق يؤرن يؤسرن وأنا قف أهل توحيد أنا هاي ومسلنا محيطة هاي وحا شرك اللي قاله الله يا ما شرك بالله إيقا بقية يا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد أي إلهي قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مدمون مخدولا النبي قد توصل الله الله يا حاشاه شرك الله بكل ما لكن وتصالح وقاتل هديب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الأمر اللي هي إلهي إلى محلو ذا جن ويسجل رسالة ديسة آياتك لإلهي سبحانه وتعالى وحي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وحلو وحيودي أليقنا وحلو وحيودي نبي ذي كهرين وحيودي لئن أشركت ليحبطن عملك هذا ضمير وحلو لها الله يا مفرد استقال لها الله يا نبي عليه لئن أشركتم إلهيكم ذهن لئن أشركت هذا نبي محمد إله الشريك يشو يا ليحبطن عملك عملك هو بني أنا دي مصاب بالله ويحور ربك عبو شركه وخطر قف به كان مجرو أنا قيان لمحا ليلها الله يلن خطر بوية قفل به إله إنه ويدستو النبي عليه الصلاة والسلام أذكارت الصبح دي وكد عيستو ودرسج اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأعوذ بك من شيئا أعلم شيئا أق إلى أنك أشرك إلى إله كامل أنا أن أقين قفل أن أقعد على إله كامل صباح كسر عيسى قلب كسر سديبا مرك الله ودك سديبا يا وهاي مرك ينقف لأن عبسنا كسو قادم يو أرزاق الدقوف وحاد أركيسا أرزاق الدسي أبقي واجبات كي أغتقيا محاد عي قفك أغشقيه أيو كبقيا إن رزقي كبقوا يبقوا كله لا تقطع رزق رزقه يقوين من رزقي قبل قويني يا رزقه يمعد بقوين كالثاني لها هاي ساوكو بلنقالي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه
ما بجروا وح بلقى دغدغاق هي إلا إلهي سبحانه وتعالى رزق قدس كفالق هذا واحد جدود وكأي من دابة لا تحمل رزقها وإمسا كا أذيك كا كا تبرير وعيانك بلقى شو من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إذن كأي هي جباء إلهي أنا عبس ملك وضع إلهي كل صعاء أسباب تقاضوا لكن قلب قابوا هكو حرنا إذن هذا إلهي أي رزق أو كما يباتوا إدكلا أبعان كويسان المجرد ساس دخل بين الحلاشة يواجب كسو بيدي كل رأس أسبوعي للنبي عليه الصلاة والسلام إن الروح القدس نفث في روحي روح القدس وجبريل أيا قلب قابوا في يشك إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها نفي لمن ميسو حتى تستكمل رزقها وأجلها إلى نفي أيضا ميستو الدون كتجي ميسو إلى أيضا ميستو رزقي أنت لقري هي أجشي دي أنت الوقت لقري وإلى أيضا ميستو الدون كتجي ميسو ما أعرف سمجة في مرقى ضمانة إنشورت لكن أسباب هذا غابتي بقى هذا داليس هذا قد دالية شرعي إلهي هدي إلهي ضمانة قاضي بالنبي عليه السلام فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كبقى ما هذا رزق قريه إلهي كبقى وقرح صلى سيدة أدرات سنيس الرزق هو قريه لكن قرح صلى سيدة أدرات سنيس ومعنى حراشك الطلب حاران ترزق كوكو مجر رزق حالات إلهي مجر رزق حالات وجه حلاشنا هو بذين حالات وحى إلهي أنه حرمينا ووحيا وحانا كوكو الدليلة يا وحى إلهي قرآنك قتل ماما أنه قل شيقيا قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربك وحي لذك حرامي مدهين هالدكالة أن إذين شيقوا وحي لذين حلالي يا محاضر حلاش لما ترينكرا حلاش لما ترينكرا حلاش لما ترينكرا لكن وح محرم كابلا ترينكرا حرمت عليكم على ذي الميتة والدم ولحم الخنزير وأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام حالة لنا يا وحار آية كريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت منكم الذين عدي وحالينك حرم تبين الذين تلمهم وحلاش هنا وحي انت كسو هرى ودو وحار وحالة يا حرم تبين الله تلمهم اي مويان قول التريين حلاش الله بابا ضدك قارب وحي وما لينيا إن حلاش عرير كنو markaasay xoogaada yar ee laga xarimay ee ariiriga halkaasay isku ciririnayaan isku buusayaan war maxaa meesha ariiriga maxaa ku galiyay halaashi ilaahay ma adoon ka badatay bal miraha xagiisa eeg fruitka xagooda eeg xoolaha iyo hilibka xagiisa eeg maxaa lagu diiday meytadaas iyo doofaarkaas lagu diiday iyo noocyo kamid ah yaani maarada xayawaanaad ama miciile ama يا رت ما رت هم عدلة أم يا لصاص قاع قالوا حكروا حلال نلقى وحكة صباح هي بده وحكة جري بري وحكة سبحان يي ضمر كي وحاله وش هاي أنت لا حرم حرمت عليك أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنا خواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أه؟ من نسائكم اللاتي دخلتم عليهن فإن لم تكونوا دخلتم عليهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم
أن تبتغوا بأموالكم محسنين وغير مسافرين. أنت الله يدين شيء مويانه وحي أنت كسو هراي أردن وايدين بناتك ياتي مركا إلهي سبحانه وتعالى عريدي نبقرين إلهي سبحانه وتعالى وكتلمان يا مركا وحي محرمك أوحان أقوين شرك محرم خطر ويا مركوا إن أدلوا قد دكتور هذا هدي لقاه الله لقوله يا الله يا القرآن كأساس أو السنة كأساس تدارك النبي عليه الصلاة والسلام بأساس هذا الكذا وحي شرك كيني كرا قول بنغضة فعل بنغضة يا اعتقاد بنغضة وين لسكين عليها تاسوا مدوه الرئيس إلهي سبحانه وتعالى الحرم دردارنك اللباد وبالوالدين إحسانا هذه يا شيخ القرآن الكريم كحق إلهي وحكم حجية حق والدين يا سيد هل كان آية ضمب يا إلهي سبحانه وتعالى هو حجي يا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على وحليجي الأمر بالبر الوالدين والنهي عن عقوق إن والدين الله إحسان وحنا إلهي سبحانه وتعالى كتب الماما إحسانا إحسان كنا ودرجة قصة الرئيسة عبادة يا والنبي عليه الصلاة والسلام مركي جبريل ويمي حديثك معروفك ومشهور كايدر أي دينته وقوت الإمام ما الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان إحسان كوحيري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة عالية هذه يا جير إلهي سبحانه وتعالى والدين تا وكل مانيا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مر والبنا تعديد وبالباء باء وقدبنية وبالوالدين يا والوالدين ما هكلية لا وبالوالدين إحسانا يا لغة العربية يعني هول بي هيسا بعضان أو ومصاحبة يعني وح عن إحسان أهين أو حرير سن إحسان حرير سن أو كد كأجدو والدين وح عن أهين كل ما بدأ من كرت دوا وح عن إحسان يوناك أهين أو ولب حرير سن ولا حرير سن إيه قد ندل الجوكته هبين يمالي هذا لا تجو لا تقول جوكت وتكحرير سنتهاي كل صعط يا سيد الله سبحانه وتعالى آيات كله وعدي وصاحبهما في الدنيا معروف أيدها والدين تآيات مركوا أرنك دردانك الله ماتوا وكسوه حق إلهي سبحانه وتعالى توحيدك شركك كفواته وحكوحيك والدينتا إن أدخل الصعوط إحسان يوناك يدريال يبار النمو يحسان فلت كانان فقاته وحكست أوكيني كره عاق نمو إن أدخل ما أقول أدخل هذا قالوا إليك التفصيلي سيد سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان كذي والسيفة فهي هل كان إجمالي سكوبا وبالوالدين إحسان لكن حقا لغو تفسيري إما يبلغن عندك الأحد الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما
كما ربياني صغير. شن الريموت ومهمة بإلهي سبحانه وتعالى أيضا سكريب وطلمان والدتا. لا تقول لهما أف أف هذا الكهشاء نعيدا مده كثير والد مركي كوه والد هو يلقوي يرتام أبوك you cannot say like that. أروت غارب أساس وكالتا Oh, mom. Oh, father. Yeah. ما ديك. هذا خط. لا يمكن أن تقول هذا. لا تقول لهما أوف. What do you say? ما يقول ديك. قبل أقارب ساس وقيدة تقول هذا الحين. ديوه يدي هذا. أما أبو هذا. ويد. تقول لهم وحكاشا ونعدة يا وقرسية مديك أما موقش أما أفضل من على ننكرت وسيع الدين قال له سيعة ما أفكر يا معنا ننكرت ما قول قولي كرت وحاس يا وحاس وحن فهمت دطل ورمه قاربة أركز هذه ما كرنا يسيد وحبا هذيك واحد ما فهميت انا فهمي اروح او مو تقابل وكان محل فهم سيد قول لي كرتان فهم هاو يو كان سي كان اندرستاند انا يو واز ناثين بيفور يو بون يو واز ناثين ذي نو بيفور يو هاو يو كان سي ذات ذي دونت نو انيثين Who knows if they don't know? Even if you think that you are more knowledgeable, you have to say impolitely. You do not show that. Matu sinis. Matu sinis. Then ulimadu horo muhadithin ti kamilaha. So ardaydi sula fadiya osan halqadda ufadiya. Yeah. Aya ho yidis inti sobba halayu da'wi. Baitini hebelo. هاي ساكع دقيقة هرور كوداد شيخ وينه كبير عظيم ومحدث وحلواتهم كنوا أقف بالقاء من هرقرس مركز حاضر يا أمي نعم يا أمي وكسو استاقي درسكي يا حديثكي وخلنا يعلم هذه أرضيدي يوحي وسينا وكسو بودي مركز حشيش هي قاضي هرور هي قاضي ودقيقة سيدي هاي يستري يا digaagii oo daadiyay oo biyo u dhigay waa gaas soo noqday waxa ka weynid aniga aabaha iyo hooyada kama cilmi weynid cilmi ka weynaysiina ma jirto daraja ka weynaysiina ma jirto madax weyn noqo boqor noqo king noqo ya sheekh noqo caalim noqo you know nothing in front of them وحما ما تقاند هو اختوض مرقات جاهل إذا بسن باتهي هل كان إذا بفريسه محادة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي تحت قدمي هلين فوق قدمي لصي من حطاكم مدين يا تحت كهوس مكان كهوس هل كاسو أما بقرة هو أما الشيخ هو أما عدكال هو هذا مكانه لوك تيل هوست دوي مكانك القاصة إلهي شرفت هذا القاصة ده دوني سوى شرف إلهي سبحانه وتعالى هذا يسكر القرآن كلا أدبوا إن يي أرقاص هذه يشير نحق سكوحتي صوتنا وحوي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلهي وعادل يا إلهي سبحانه وتعالى سياق أبو ري وحكود دي إن هاد إتكلا أشريك يش والدكنا سببتي أبورت هذا وكدي جيوا إيجنا مركب مكوك عن سيرك إلهي باكو أبوري أكله ثم والدين ترى سبب النور إيجوا سببتي كدي أبورك مركب أبورك هو السبب ويجي يجوجي تانك يجري تانك يو عطايا دم
marka dadka salaam qaamkooda inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xajiyo xaqiisii cadaalad. Marka dadka qaarkii waa inay iska jireen inay xaqaas ku takrifalaan, sidaa xaqa ilaahay aan loogu takrifali karin ayaa loogu takrifali karin xaqa waalidiinta. Saas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala haduu yidhi ina allaha laa yagfiru an yushraka bihi, haduu diiday rabbi subxaanahu wa tacaala inaanu dhaafin dembiga shirkiga ah, yaa innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu jahannam wama'waahu annaar. Qofka ilaahay u shariiki yeelana janno waa laga xaaraantimeeyey ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caaqana jannada ka xaraantimeeyey. Wax kastuu la yimaado laa yadkhulu janna caaqu lwalid qaaticu rahim raximkii weyna laa yadkhulu janna janna ma geli karto. Kaa waa dardaaranka labaad. Qof kasta oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintiis ay joogaan ima yablughanna cindaka axaduhuma alkibra axaduhuma aw kilaahuma, khaasatan haddii ay da'weynaadaan ama midkood ama labadooda, waxaa loo baahan yahay inuu jannadiisa halkaa ku raadsan. Waa qof jannadii haysta, jannadiisa inuu halkaa ka raadsan yuu iska dayici. Saas darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi raadi ma anfu, yaa waa duloobay, waa ayroobay, waa hoogay, yaa afku ciidda la galay. Qof labadiisii waalid ama midkood weynaa kusoo gaaray oon janno gali, see janno ku geli waaye bibiwacan macnaha wey wayba u fududaatay haddiiba ilaahay laba waalid ama midkood oo weyn uu ilaahay siiyey. Marka sida looga shaqaysanayo jannadaasna ixsaankaas wax siin keliya maaha, waxa weeye baahidnimo birulwaalidiin, baahidnimo ah in raallinimadooda aada raadisid wixii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa ka hor imanay, inaad raallinimadooda raadisid ku dadaashid, inaadan sugin. Baarinimadu ma aha inaad sugto inay wax ku weydiistaan, taasu maaha baarinimada dhabta ah, yani xaqiiqada ah maaha. Baarinimada dhabta ah waa inaad ka hormarto, ood ka hordhacdo wax siin iyo maqal iyo daryeel iyo ka warhayn iyo su-aal, yaa maxay cuneen, maxay cabbeen, xaggee bay seexdeen, maxay ku seexdeen, inaad ka waraysid, eegtid wey, raadisid wey. Dadkii culimada ahaa ee ku tartami jiray arrinkaas yaqiinay yacni fadligiis, nin culimadii ka mid ah muxadisiintii waaweynay ayaa wuxuu yidhi habeen walaalkayna salaad buu ku jiray habeenkii oo dhan tukanaya, aniguna hooyaday lugaheeda ayaa tuujinayay habeenkayga, weligay habeenkiisa ma dhaafsadeen buu yidhi. Wax kasta haddii laysa waa ninkii laga yaabo dhowr boqol oo raacdood inuu tukan ama intaasoo qur-aana u akhri ma dhaafsadeen buu yidhi habeenkiisa. Haduu yidhahdo kaale habeenkaaga iga bedelo anna hooyaday lugaheedaan fadhiyay oon u tuujinay, yaa mawjid u masaajiyay ma aansiisteen habeenkiisa qiimeeda xusuuna dhowada xusu dhowma, yaa dadkaas saasay ahaayeen. Qaarna waxaa la yidhi
ما أي سيحن شيء قولي قود أنا متقج فراش كي سنة مسي حنجري إلا في ريو هو يديس ماشا إي سيحنش يبقوش إيكو سيحنش أصلاك محادة عي يدو بمركاد يريد مسي حنجرين إلاي وقاتو سيدة أدو أنفردو يوحدين عاقدي ما يحدين جران هلا عنو قي دين عاوكا هلا عنو قي قي باركينو ديك وحوكو وحوكو يا دوش هذي كوكو قادر نلقو كومو رحمة الله عليه مرقا رقا قاركود اما دادك قاركود او بارهين ماذا معنى هذا فاهمي وحيا هايين هبينك بتكترين في عشق ويوسف في عانت هاي ماشي ساحان يساو دوح كلمة هاي حاسكي سعرور تسوحيس افصول قاضي يا بقيا سعرتو اقاجين يا وقاني يا وخبصان يا قاركود مع شيء جري عن طريق هذا المعنى جري قبلها يذكر هذا عصر كان وحان أرقني روح لما هو أوين وفقهم الله وتربيه أي أرضي ضد يدوت قوة الصيان هو يدوت أرمى هذا اتكلم عن الدين لا قف خادم ولا شقالة ولا هكذا يا إلى ما لين أرضي واحد الشيخ أو أستاذ بروفيسور جامعة قومهل قصير قرحة ارتاجن ما تورن لا يكتر مركز الشيخ أنا محاك ارتاجن ماذا مركز يروح هاي ذي شقيسة ألاف تهدي ورقة هذي وهاكن كده ما ينيا ما قف بعض صادير لهاي هاي ذي أمور تهدا اتكلم مدرو أنا أسوس اتكلم مو ترى نك وها أرجني يعني قولي هدي شو كان أنا أقولين دوا كسر هي إنه توه هدي هو يدي سوس إجوا وأنا يد كرمتا راس راس مال هو يدي عن كسر رينا يوم الجوع هذا عينه يلزم رجله أنا قوس يا، أنت ترتن كذكى الدنيا ولا ترتم يا عمل بالوت ترتم يا، لكن تك نويا، ذكى واكلت، وح كلا لو ما كلت تجين حوال إيوه حب إيوه مرق إيوه لو ما كلت تجين عمل بالوت كلت، عم بالوت كلت تجين يا. هذا هو حنا كيما قبلنا باركود يعني وديا هل كان بيجي سوق دسي هل كان كلي هويس ديالهاتس غوري قال مره وين هوين يا عمر يا دات كلا اي وحاسي اني مرتي وهات ماي بقرط وي هل كان اين غورغيري هل كان هل كان وين عروبته يحاسك يكون يمالا أكتر وين الوضع عشية يلا يا مرد حلاسنا تسعة منك قري صوماليا أنا ركي ده باركيسنا هو يدي سوداء ودول كان قلبتك اللي تشوكت يا أيها الشقاء سبحان الله أجر ماليس أو مال ورشد أهم وين هوس قصو شطين هير قبلها ماشى إسكال شطين أي إيش قال إلى ماشى كله رانيس هو كده عشان واجد قري يا مركي تما دنا إسقي حاس كش عروت اللي هنا هاي هي نوى تجي يعني بلد كاس وكلام هوايا كاس وكلام هو يعيش كان كل قدام يتوه بس أكتر يعني دقيقة دقيقة أصوى وعي
هاي هاو بعض هاي هنقول كذا هاي وحاسي حاسب قصة مر هاي ملي بلاي مقبية هاي حاجة مقبية لين كاسمة هاي لا شو تطوي أمريكا إله سبحانه وتعالى متعرن كاس أد ويني ولا ليال قارهان هو يويني بارني ماذا أفرتي ميلود صدح ميلود يجلسي سوفتها أباها ويكدي بدين لبك والله يا كبلن ووصينا الإنسان بوالديه مركو إلهي لبدي والد فري حملته أمه إلهي وعادل حملته أمه أبي اسمه حنبال مقادم أوركم مقادم حلولكم مقادم حملته أمه غير خاصة وحمله وفصاله 30 شهرا هو يدي بخاصة نوجنتي إلى لقى الناس كوي أورك أنتي كسو سيدي دل مديسي انت يلا لك يا قولي كلامك عبالك الدنيا جوارد انا داتس عبالك لما قولي كلامك ولا غيال إلهي سبحانه وتعالى دردارا كاللباد وبحية الدنيا كنالو شغل كاسو قف والبو بالميشة عدكتا اقنتا هاي سقياس وسفيري حقيتك جوكتا حقيت كجوت حتى هذي دنتين وحاجر بار إنما هو صلين كرت وإن هذا حصل قيس إن هذا دو عيس إن هذا تكود يحررس ورابط هذا يحررس أصحاب تود يحررس باكون مقنس عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما لنسى فرعه أيها وحلق المنير البادية وكوري وعرابي marka ninkii buu is salaameen uu gartay waxa uu watay damaar yar oo fuulo oo socod fiican oo markuu awrka ku daalo ama haash armaanteed oo fuulo oo rukuub ah uu ka degay qabso yar oo gaarkiis imaamad weyn u xirnayd oo qoraxda uu ku wanaayay uu furay imaamadina uu xiray markaas asxaabtiisu waxay yiraahdeen ninkan iska miskiin oo nir baadiyo wax yar baa ku filnayd oo dirham hadaas isoo ma shan dirham ha inaad maaragtay rukuubkaaga uga degto imaamadii siiso waxaan aad maaragtay ku hifo ma ahayn markaas uu yiri ninkan أبيهيس أيا أبهي عمر رضي الله عنه صاحب لها أولا فريسة بيني ما يشوك حرير الله صحابي كاس باهرين ما أوفر أبيهيس هذا إن كان أبيهيس أيا إصلا أبيهيس صاحب لها أولا فريسة ورقم مجلس كيس الله فريسة saas dartay halkaas ba horta baarinimada laga tartami jiray lagana tartama lagana shaqaysta marka dardaaranka labaad kaas weeye dardaaranka saddexaad ilaahay subxaanahu ta'aala ku xijiyay tartiibta laftigeedu waxay leedahay yaani macnaheeda weyn ilaahay subxaanahu ta'aala xaqiisi xaqi waalidiinta wuxuu ilaahay ku xajiyey xaqi ilmahaada ayuu ila waalidkiisa isaga looma dardaarmin ha isagana marka hadda lala dardaarmayo waxaa le ilmahaagana hadili xaqi ilmahaana buu ilaahay anlaa tushrikuu bihi shay'an wabilwaalidayni ixsaana walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqi نحن نرزقكم وإياهم المهد ديننا دلكي توسك آهاي وحربت قارئ السمين جرين واكن قوي دل ضطبان هدو يهي أو أن يعني هاي المد توسة معنى هو سوقري
المها مركا نفتنا هكذا أضو فخري وقبقي هعيلي هديلين يا هفتنين دين تيسا هكالي وإلالي دين تيسا هذا عي الفتنة أشد من القتل قال لي ما هو ديبن شرك هو ديبن كفر هو ديبن فتنة هو ديبن فسق هو ديبن دين الآن هو ديبن يا وحا صورة من دين كي لم يديهن مركا إلمها سنة حقي سإلهي أرزاقتي سإلهي ما قبه ميلو تشوغبه أذيقنا أرزاقتنا إلهي آياتك لصورة الإسراء إلهي الحلي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هل كان من إملاق وحلقان عبسدين مرقا وحكول دون حوين هدي وحلقان تهدى أي جرتونة سيدة آيات سورة الأنعام من إملاق وحلقان أما خشية إملاق عبسين لك قبو وحلقان يا الله بقربة أما واحد دين أقول لك ما مدقلين يا سيد أضو فخري وببقية أضو فخري إيه وحلعان وببقية أرزاق دي سيلاه يبعية هدلين أما هكا على يسين صدح لاس مركو دارا أو علوس حقيقة وإن غفرا إلهي سبحانه وتعالى نسيه ذلك أفراد وما أنت أردن يا معاصر أردن مركز كجحي هو وين على يدين شاقي لكن فواحش فاحش فواحش و سمع فاحشة وعوي دبيض والزنا ذو كمت أيوه يا إيه واحد الزنا قمار يا دلو يعني وعفا واحش تايرون الله لحي الشوضة والدين تاكتيدة وفرح يا كفو قادة كفو قادة ها قدوانينا ها قدعينينا ماها يا ها قدوانينا حصمينينا ماها ها قدوانينا يا ووحيالا حتى الدريق قيادة قبوري دي كرا كفو قو معنى الزنا دي كريا ماها حصمينينا حقا إلى سعوه ولا تقربوا الزنا يا تفعلوا الزنا ما الزنا هالصمينينا لا تزنوا لقمار لا تقربوا الزنا هاو دواننا او حا دوان شهد دوان شهد حدود الى هذا صوق شو شاكدي ايو اختلاط كي ايو دومر كي يسكو دحدادة شدو دي ايو رقي ايو خلوة دي لبقى فوكلي قودو كلا اجنبية ايو هدا ميشي الزنا دي كدا عيسار كاسوريس لا شرع وحين ضابو صمينيا سيعن لما تضو مركو عرب ادعين الوقاية خير من العلاج يا precaution is better than cure. إن هذا الوحدة وداود وحكى في عن إن مركه هلا بعذر كلا الله تعالى. من الذين ذي بميل على كسر دوان بولاك. إن اللدوة فواحشتا وذر ذلك. حمارو يدم بيود. وحى إلهي كشنيسي ذلك الشنات وأيد الحمبار سنتهي. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل قسيان أغانو أمدلك يعني دبا تديس يوينان تدن بقاس أولي يهي لبتشر بحض آيات يقصون القناسان قتل المها أولا ريابي قتل قوت أو دلك قوت أو تذكر لنا نفقان كوبانانين نادي شؤنات فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نفك له قوين حق درو أكو قوين أنا عوا فسهاد قولك وادم بوين فسهاد ويقولك لفسهاد يو ليك الغطاء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وهوك وخسارة وقوم لبدي ويلو إلما هذا
midkii walaalkiis dilka ula soo bareeray oo ku yiri laaqtulannaka laaqtulannak waxay ayaduu ku tilmaameen inuu yahay khaasir kaa wax dilay, inuu khasaaray, inuu qoomamayn ku dambaynay, inuu dembiga dadka oo dhan qaaday ayaa intaasuu heshay. Yaa dilkana ilaahay subxaana wa tacaala naf xaqdaruye xadudiy naf 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 xataa ma oran halkan muslimka keliya ma orane naf xaqdaro. Marka muslimna waa soo geli karaa, gaalna waa soo geli karaa, xaqdaro lagu dilay. Ila gaalka in badan baan kuu banaanayn dilkiisu inaad dagaal isugu timaadaan. Haddii uu ammaan haysto, haddii uu nabadgelyo ha ka haysto, haddii aad heshiis wadatihin, haddii ballan ida ka dhexayso, kutubta islaamka way ku taallaa. Waa ruuxa la yidhaahdaa mustaamin, waxaa la yidhaahdaa dhimmi, waxaa la yidhaahdaa mucaahid, waxaa la yidhaahdaa yaa waxay leeyihiin kan muslimiintu nabadgeliyeen, kan ballan lala leeyahay, kan heshiis nala galay, kan yani muslimiinta damaankooda ku jiraa, kan waxaas oo dhan soo gaala waa la dili karo la taaban karo. Bal qofka dilaha uu yidhi nabigu calayhi salaam jannada dhadhamin maayo, raaxadeedana arki maayo. Mqaatala dimiya oo mucaahida kidila. Marka halkan ilaahay subxaana si guud ahaaneed buu sheegaya naf xaqdaro, xaqdaradaas marka waxa soo geli kara yani qofka muslimka ahaa isagoo dhan dhiiggiisu macsuum yahay, waa soo geli kara hadduu yahay waan muslim ahayn laakiin aan xaq ahayn in la dilo oo yani aan banaanayn, kulli wuu soo gelaya xaq daro ilaa bixaq. Intaas waa shaqadaas. Kadib ilaahi subxaanahu watacaala daaranka lixaad wuxuu ka dardaarmay oo inagala dardaarmay ilmaha agoonta ah xaqooda iyo maalkooda inaan loo dhowaan ilaa wanaag mooyaan, ilaa hagaajinayo, loo ilaalinayo oo loo maaragtay daryeelayo. Laa taqrabuu maala alyatiimi ilaa billatii hiya ahsan xata yablug ashudahu, ilaa uu qaan gaaro xoolihiisa qaato qof yahay isku filan. Waxaa kaloo looga qiyaas qaadan karaa mid kasta oo miskiina, faqiira, daciif, tabar daran, xaqiisa looma dhowaan karo isagana islaamku saas. Yatiimku cunwaan buu yahay, halku dheg buu u yahay dadka tabarta daran, waalidkiisa dhintay, aabihiis ma joogo cidifaacda laakiin wixii daciifah oo dhan wixiisa islaamku uu reebay waa la mid yatiimka la midi. Masaakiinta xoolahooda in la dhaco, shucuubta xoolahooda in la dhaco, masaakiinta ah oo dadka madaxda ah ay dhacaan, mas-uuliyiinta ah ay dhacaan. Waa la mid ay ka darantay aga darnaanis waayo dad baahan oo xuquuq leh, xuquuqdoodii inta la dhaco inuu nidaara ku dhisto isagu yaa ama ehelkiisa siiyo ama dadkiisa siiyo ama qaraabadiisa siiyo ama isagu bangiga dhigto, taasa kale la mid xuquuqa ducafaa, xuquuqa litaam looma dhowaan karo ilaahay subxaana wa tacaala dhowaanin. Arrinka toddobaad waxa weeye macaamilka tijaariga iyo bayac mushtar iyo wixii dadka transactions ina dhex maray ayay ka hadlaya dardaarankaas. Wuxuu leeyahay wa awfu lkayla walmiizaana bilqisti laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha. Ka hadlaya haddaad wax beegaysa ama wax iibsanaysaan ama wax miisaamaysaan yaa cadaalad qubis bilqasd,
مسكينة دقي يبسني ساعة لابا العاق واد سيني ساعة مسكي وين نكون ميزامة يسوي لي بوفي سن ما يحق ناقصي علي أنا العاق تو كاملة بقولك الشيء أنا قاعد بقولك كلام علي أنا كلام وحاتها سلام ده وحكة استوم عاملة وضد قدح مري ومركا أذو حقا قال لي هذا هنا الحقا أذو لما يسترتوا يستوفون وإذا كانوهم أو زنوهم يخسرون سيد الله مركا دي أنكو بيقا يا ما أنكو ميزاما يا ما وحاقي أنكو ترينا ينا أنكادم مركا أنك وحاقي أنقاذنا يا حقا يقنا أنت ما يسترتون بوحسنوا الله شغاها النقطه ميزان النقطه بيك النقطه وحكال النقطه معامل كان النقطه بالعد بالقسط على غشقة إلهي سبحانه وتعالى مقل خيانة إلهي مقل إن الله لا يحب الخائن من غشنا فليس من قف مضكم إذا ما قف غشقة يوه سقرين إيه غش هو بالعدالة بالقسط بالميزان إنه كل أقل تاسن وادقنك هي معاملك إنه توصنادو أو عدك استوال معامل يسون أما قاري وط أما دكان إيبي أما حفيس فدي يا ضد بعض الله دقمي ساسون قف بعض غادي سا ضد بعض غادي سا ضد بعض ووراقه إيه وحكله بدلان يسان العقبات صرفي سا وحباد إيبي نيسا وحباد بيقي يسا وحباد ميسام يسا عدالة كلها لا تكبرها معامل دب أهوى الصح أهوى هو حقي سنة وقاته حقا لنا أرقاوته ما هذا إلى حقها كل ما يسطو حقي سنة كقاب سمين يا أو حاسو قلت لها شقها لها هاي سديت ساعة ما شقين نساء أما كوهي شيء سديت ساعة عنا شقين سو كون دولار لقصيو كون كي دولار بشي وحاد ربطها يسوى لما يسترى لنا أرقاوته سديت دي ساعة أنا مرة تدينا شقين أما إنا كل جويسو أما كلا ريبتو أما كلا ساعتو أو كلا شحاطو كلا كلا توتو هذي قلنا ده عالم الإسلامي حيا له لما تدو كسو جاهز كسو جاهز ودول كأنه جاهز حقي شغلة يكاد بدل كوه حمارة مجرته قفك حفيز بالا فريسنا وحالنا هيا تتكان هل كان فردية أيال الرواهنا دو أديكت ما طولنا وسكشة كيسانا يا تلافن بو حاس كيسو قلشة كيسانا كيف هذا وحيا عرضا يا رب العقد وقالنا ينا وإنه يغو شقي العقد وقالنا يغو قمستا شيل هذه لقدي مو حناق لكن السب الشقالي إنه وقت هذا كدمه كيف إلهي فعلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ونضع الموازين القسط ليوم القيام من القيام إلهي ميزان فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسن أول ضوالة كيب مكبي كرف وحالة يريدتك دولة لها كشق يا عالم الإسلام مركز الحسابي نقا شقالها الدولة دا كشقين هي حفيز كفردية اسكو العلس اسكو العلس نت شقدي سا برودكشن كا و 2 اورز ودما قار كون 2 اورز وي كيرت مصر با ليرو 2 اورز مصر ياس مصر او دولد وين او مصر اصلا نرجع صور هذه في سيدي يوحو يذل فوله انا نقف جو حول ضاري مكان ميلنا لجاري يا مصر دقال كيلا وال الدون كم كيلا قبح شبان وحي وفدي أسود درسنجر في مصر هي أرضي
si ay masar wax uga soo bartaan technology-ga masar looga soo faa'iideysto oo wax qoran taariikhiyan masar loo soo dirsan jiray jabaal u soo dirsan jiray inay technology horumar ka soo barto أين مصر الآن؟ أين جبال؟ ما هذا عاي جبالنا؟ هذا مصانع ذي ورشدها ضدك قلبتي يوب بالك قصار يا مرة وينك كبحة ورشد ذي حسنا كبحة لي ورشد كبحة كبحة شغلة حيوب بالك قصار يا مكينة ده دوشة ده رأينا كلنا ثم بقى ما بدها قاعدة ثم سنة شنيه ثم سنة وياي القف قاس قاضي ما لقولي فصح قاضي هذا ما أعرف ده قاضي وحبي بقى صدين وحبي دكتور وحبي سويين إتقانية أدون كلهم سكين قرية هذا البنانا ربع تويوتا نيسان مش عارف حقيقة بانكت اوروبيينتو مجعيل عقبان جبان بيجعلين ميا لاف ميا لاف يا لاف فور جبان ما والله دي الهليكرو حلقة مكينة ولا مريكان ولا هيروب ولا عسكان يا ولو خصبي صانكا كتوني ضدكي وبضاع عدد سنين ودوني هذا كوريا ده شو يقول هيونداي كاي اي اي انا وضعت جباني ها او صنع بني ادم وكل قاطع علمي قدوك قال يمس وقال فايدس اذنك هذا هذا سوالي ارطاني وضعت جباني مرتان ويلك وضعت كوريا ده ارطاني مرتان هذا فورمولا دي مرتان 2 بلاس 2 equals 4 لما لغو داري أفر بين نغطي this is the mathematics this is the math I don't go into this إلهي عندنا كما بخصنا because مسلمين توا واقع حرس إيا أحساس غير أوروبا وكسو قاتل وتدي مرين واحبا يكون داري جرمالك إيا برلين إيا بيت الله ولي كتبتي سلامك لغسو ترجوي oo laga qaatay dibiga oo laga qaatay ilmiga laga qaatay aqoonta laga qaatay mathematicska laga qaatay science-ka oo laga qaatay muslimiin ba maanta waa laga badiyay anoo waa saxan ku jirnaa wala ma faahfaahin khuruq ku jirnaa ana jibaa lagu fadhinaya adduun xil amar ah waxa la socda adduun goor socda sanaha la rabaa ya socod aan rabaa ilaa bani aadam ku dhanba ka faa'iideysanaya hada diyaarada halka ka qaadaysa oo muqdisho ku geeyneys magaal kale ka faa'iideysanaya adiga ka faa'iideysan hooyada soo soo aragta albaabka soo soo aragta arbaas lacagta hada la bixiso oo raaci idan hadii faa'iida lil bashar ma tahay masama sanaca lagu wada faa'iideysanaya ma tahay masama idan ilaahay subhanahu wa ta'ala doonayo ku in amiro oo wax mufiid ah lagu soo biiriyo waan rabaa waan cilmi علمي يعني كيس سمي يا أبي هو جاهل أو ماشي فريق وما طلع لهم كتب قرنين. سكون مد ما نقول إنسان حاجة دويلة. سكون مد ما نقول إنسان he will be better than you. أدويلة إنسان كذا في عاد. آخر عالم إيمان كذا لا. إسلاه تانو إيمان الله إيمان وحبك ما لآخره. سوما بدوني. لكن الدويلة سكون مد ما نقول إنسان كي علمي يعني كي جاهل. كي دداري يكي أدداري. كي شقي يكاش شقي. كي وعمري يكاو. يا كي واحد أنفعي أو ما ضلك أنفعك أنا يقاوع كان كيني سكمن من هون قرانا إلى هاي لعنده حكام بخسيوه هذا عي ربي سبحانه وتعالى يقول إذا ما شاء يقول من المصلح إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أما الدنيا نقطة ما آخر عمل ولا سوى في سمي إله مضيع ثواب كذا عليه إما في الدنيا وإما في الآخر وإما كليهما معا أما الله بضبط
ayada has marka la isku soo qoobo xagga sawaabka iyo xagga ajarka iyo dunida iyo aakhirada dadka afar nooc waa mid adun iyo aakhiraba saciid ku noqonaya waa nooca wanaagsan sooma adduunkiina dee uu ka shaqaystay oo wixii ilaahay cilmi geliyay asbaabteedii buu qaata wuuna ka faa'iidaystay ya iimaankiina waa leeyahay ilaahay rabbigiis buu ku caabuday هذا أعلى درجة. وسيد مسلمين تو هنجلهم. علم قادون خليجة وبرية علم آخرنا يا. عكس جيس كاسو حاء. مثلا الدنيا هين آخرنا. كاسو نوا أسوأ مكان. قال نمو يفكر نمو يجاهل نمو. يا قدر. يشغل عن يصعب الله. كاسو نوا عكس. نوع صدحات وحول متك إيمانك إله إلي من آخر ذي إيمانك عملك صالح أول لي الدنيا لكن أسباب تهدي كجابي يا قاضي الشديد شقدي نظامك أقوتي علمي سببتي شقا وحصل أسباب تهدي مقعد إلي لا يبقى أمر أسباب marka aakhira wuxuu leeyahay ajarkiisa iyo amal saalix la yimaad isaga oo lagu la xisaabtamayo wixii uu ka gaabiyay asbaabteed maxalan ilaahay wuxuu waaciduu law mastata'tu wa ina diyaarsa diyaarsa asbaab adunka hubka iyo ciidanka iyo kun ina diyaarsa maxay idinka dhigay markaa tukhalifa limaana hadduu dhaafa hada haydin diiday haydin diiday maxay idin diiday madaxa عايدين دي دو عايدين دي دي كذا ارزاقد صميني ولا قف عايدين سني بضي واحد سطان وبرق واحد سطان وحوري واحد سطان لماذا أنتم جائعون ما حد عاينك وقاجي سنتي ما حد لماذا ما إلهي ما وحد السين بدو أوي بحاي سطان نروي بضوي حاي سطان بضي دي كذا عايدين سطان كلهم بيكلا سمي ساتا كلهم كلا يكون سمي سا بترول بيكلا صوب بحلا حق هو سمي سا حق هو سمي سا حق هو سمي سا وضمه بالمساس رهدينا يا أسباب تخيرات أنت فايز أنت لماذا لا تستفيد ما حد عاد وفايز الله إما أمان حم إما أمام الحم إما أنا ما أدري نظام حم إما عدالة حم إما وما كنا في سوسة ما هو حيالة النفط على كذي مركا كاسونا ونوع صدق آخر هذا لو هي عملت جيستي وعليها هاي أول شيء نبغى خدمة من هذا إلى هي إيمان قرطبة لكن الدنيا صرفتي أتكلم أبي سي حساب ويكون طالع الدنيا لو واحد هان إساتي وفق متخلف قهوة تكون ولا الله يرحمه فقير كأدونك عالم ثالث third world مش عارف إيش هو لا أدوسه هو لا استعماره هو لا وش قيسته هو لا وش حيسته الله يسلمك هذا نوع قصدها كان أفرادنا وحوي الدنيا أصبحت هذه مفهمي وقاطي وكشقي لكن آخره حمدي إيمان الله مهم خاصة آخره حمد ما نصدق هذا البري لكن الدنيا ذا وحي وشغش إلهي كبخسنا يا علم المهور مريا ما لسين أبال قد كير تذكي يورم بأبهانا operation is iyo amaliyaadkiisa iyo caafimaadka iyo kaniinigiisa iyo waxa uu soo saaray waxa la weeyeen oo la adduunka isaga sababtii raacay wadooyinkii uu raacay waa gaar adigana ma aadan raacin ma aadan gaar isaga martu noqonaysa isku mid ma noqon kartaan waxa adiga ka gaabisay caayibnimo iyo caajisnimo lagu abaal gudahay cadaalad ma adoo iska caajis oo jaahil oo meel fadhiya oo aan shaqaysanayn in kani lagaa dhigo cadaalad ma cadaalad seed ku rabtaa marka afartaas nooc ee dadku u qaybsamayaan marka aayadahaas aada isku soo koobto almuhim ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu mucaamilkii inuu noqdo mucaamil cadaalad ah nidaamki cadaalad ah nidaamki cadaalad ah meel nidaamkii yaa
وكسر يمين النظام في كسر اسكو من من قرا يعني عدالة إلهي قدرك سديدة إلهي كبيري وإذا قلتم فعدل إذا قلتم فعدل وعدالة يا من خاتل أفتا قدرك سقالاتنا إلهي كبيري وبعهد الله أوف بلن يا كشان إلهي لك أما بني آدم كلاجشين وإن الأوفيس سيدا كابيس وبعهد الله أو هذا أنا كمان تدوه ده وش يعني كتاب كلام رأي إلهي بالو أنا مجيء عيسى وبلا وحايقة والله أيقة بالله أيقة تالله وزيره حلو بانه الحويني قال يا ما حد قلت دارنا ليس أو إلهي كم رخات قلنا ليس أو بلن إلهي قلنا قلنا ليس هنا عند ذلك دع عدو النقط أو عدت كون النقط أو سير عدالة النقط يا أو دين تكون النقط بلق إلهي وبعهد إلهي هذا أرقى شيء والله أنت بس أرقى شيء وفيد قصوا بحضوه قصوا بحيو ويدو عقاب كيلكو يعني حلاق كربش ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون إلهي سبحانه وتعالى وقتم الله وقتمي وحويه جدك تواصنا وكاس صراط المستقيم ويه وحالا يدين شيء هذا هو صراط المستقيم كتاب كان إلهي إذن كان هذا صراط المستقيم كي وذلك توصنيد أي جنة كل ما يسوي راع فاتبعوه أنا قال لي حنين دردارا كاس دردارا كقيمة بضن بني آدم نسين لها مجر إلهي نسيي كتاب قرب من أول دردارا دردارا ماذي إلهي وي إلهي سبحانه وتعالى توفيق سنة وفجيه إلهنا سبحانه وتعالى صراطك المستقيم كأهله نبتوسي إلهنا سبحانه وتعالى دنبقني دنبق والدينتا مهداف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا.